الاستوائيه. النهارده كان في جلسه لو تفتكروا حضراتكم من 10 ايام كده، قلت لحضراتكم ايه؟ قلت ان بعد ماتش الهلال السوداني هيبقى في جلسه للجنه التخطيط للكره مع مستر فايلر لتحديد الطلبات. الجلسه كانت النهارده، كان في جلسه النهارده في النادي. جلسه حضرها مين؟ حضرها مستر فايلر، حضرها كابتن سيد عبد الحفيظ، حضرها الكابتن محمود الخطيب، بالاضافه لاعضاء لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي كابتن خالد بيبو وكابتن زكريا ناصف، وايضا رئيس لجنه تخطيط الكره كابتن محسن صالح. كان الكلام في اتجاهات عديده. مستر فايلر حضر جزء من الجلسه وبعد كده مشي واستمرت الجلسه. الاتفاق على ايه؟ الاتفاق على بعض الرتوش اللي هيتم اتخاذ فيها قرارات نهائيه بخصوص سواء الاستغناء عن 2 من لاعبي النادي الاهلي وضم لاعبين جدد 2 ايضا. طيب خلينا اقول لحضراتكم بوضوح اكتر، النادي الاهلي خلص صفقه، خلاص في صفقه خلصت، ده رسمي، خلصت رسمي طبعا لما يتم الاعلان من النادي، لكن انا بقول لحضراتكم الاتفاق، يعني الاتفاق تم مع صفقه من غير ما نقول اسماء يعني، وصفقه هتكون مميزه واضافه للنادي الاهلي. الصفقه الثانيه لسه ما تمش الاستقرار عليها بشكل نهائي، ممكن يكون تم الاستقرار النهارده، ممكن يتم الاستقرار خلال الفتره اللي جايه طبقا للظروف اللي انت لسه في اول شهر 12، هتشوف الدنيا بالنسبه لك هتمشي ازاي. دايما القرار الاول والاخير بيبقى لمين؟ للمدير الفني، هو هيقرر مين الصفقه الثانيه. الصفقه الاولى خلاص تم الاستقرار عليها بشكل نهائي، يعني الموضوع خلص باذن الله تعالى وهتكون اضافه قويه، والصفقه الثانيه باذن الله هتكون اضافه قويه جدا بغض النظر عن اسماء اي حد، احنا ما قلناش اسماء ولا بنتكلم في اسماء خالص، لكن نتمنى كل التوفيق باذن الله للمسؤولين في النادي الاهلي في اكمال القائمه بعناصر تكون قويه جدا وتساعد في تحقيق الاهداف المختلفه بالنسبه للفريق. دي بعض الكواليس كده اللي انا حبيت اقولها لحضراتكم مع بدايه الحلقه. طيب